صاحبي في برنامج لتعليم الأورج في العديد من الحلقات بأشهر الأغاني العربية والمغاربية وكذلك التعريف بالمقامات العربية. كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم مع هذا البرنامج، وديما كنطلب منكم طبعا سبسكرايب واللايك والشير وإضافة اقتراحاتكم وطلباتكم، وإن شاء الله نقدروا أننا نحق لكم هذه الطلبات. اليوم غادي نتعرفوا على أغنية جميلة ومطلوبة كثيرا، وهي أغنية ابعث لي جواب للفنان صباح فخري. أولا، أغنية ابعث لي جواب هي في مقام بياتي على الري. من هنا والربع تون على كما العادة على المي وعلى السي، الربع تون يكون على المي وعلى السي وكذلك السي بيمول في البياتي على الري. نأخذ إيقاع رباعي على 102، ثم نأخذ المقدمة ابعت لي جواب 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 وطمني، ولو انه عتاب 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 لا تحرمني. ابعت لي جواب ابعت لي جواب ابعت يا سيدي والله، وابعتلي جواب ابعتلي جواب 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 وطمني. غيابك طال وبستنى، وقلبك مال ويتهنى. غيابك طال وبستنى، وقلبك مال ويتهنى. إن كنت قويت ونسيتني وعليا جنيت ومرعتني، إن كنت ياويت ونسيتني وعليا جنيت ومرعتني. ابعتلي جواب ابعتلي جواب ابعتلي جواب. طبعا كان هذا المقطع الأول من الغناء كان البياتي، والآن سننتقل إلى المقطع الثاني والذي سيكون فيه سيكا على المي. والسيكا على المي في السلم الموسيقي تكون المي بالربع تون والسول دييز، المي بالربع تون والسول دييز، هذو هما العلامات التي تكون. ونأخذ الآن إيقاع رباعي، نأخذ إيقاع رباعي على 102 مرة أخرى ونكمل المقطع الثاني. ويبدأ كالحجاز، ونأخذ المقطع الثاني الذي يبدأ كالحجاز وهو سيكا. صبرت علي وذقت مرار، وبعد لي أخبر وأخبر. صبرت علي وذقت مرار، بعدت لي أخبر وأخبر.
تاركني سدني مع الأيام، ورضيت تفوتني على الآلام، أتاركني سدني مع الأيام، ورضيت تفوتني مع الآلام. ابعت لي جواب وطمني. طبعا كما لاحظت كان هذا المقطع الثاني طبعا الى اخره، ثم نذهب الان الى المقطع الثالث والذي يصبح رست على الصول. الصول من هنا ورص على الصول يكون فيه الربع تون على السي وعلى الفاضياز، هنا على السي وعلى الفاضياز في الرصد على الصول. وكمرور الفا بكار الفا العادية كمرور في الرجوع. والآن سنقوم بعزف المقطع الثالث مع الغناء من هنا من دو. أنني يا إله إله من حر الآه ينصفني، أنا لي إله 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 يعرفني، من حر الآه مش قادر أقول أنت لجاني، أصبر على طول على أحزاني، مش قادر أقول أنت لجاني، أصبر على طول على أحزاني، وبعت لي جواب. والآن سنرجع إلى البيت على الري في الرجوع. ابعت لي جواب ابعت لي جواب وطمني. طبعا كانت هذه نبذة مختصرة عن أغنية ابعت لي جواب للفنان صباح فخري، فأتمنى لكم الاستفادة وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.